وصف ممثل المرجعية الدينية العليا المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين لهذا العام بأنهم شركاء الملائكة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمة له إثر انتهاء مراسم الزيارة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين المليونية، وأكد إنهم حقا شركاء الملائكة في خدمتهم وعطائهم وثوابهم، مبينا أن الروايات تفيد بأن زوار الإمام الحسين عليه السلام تخدمهم الملائكة وتخصهم بالصلاة والاستغفار والدعاء. شركاء الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج أمجد حسين مجيد، معاون أمين مؤسسة رسول الله محمد المصطفى الخيرية. بدينا بالخدمة سنة 2007، سعيد وراضي بخدمة الإمام الحسين، وهذا أكبر شرف عنه. والله الخدمة يعني هي عز وكرامة وجاه واحترام وتقدير، والخدمة ما تتعوض، خدمة الإمام الحسين ما تتعوض، لا تتعوض هالفترة هاي، يعني ما تتعوض بأيام السنة على كبرها. يعني شهدنا كرامات هواي، من ضمنها أنا واحد من العالم، يعني انقذت هواي كرامات شاهدنا، يعني من ضمنها يعني كثرة الزاد، زاد الإمام الحسين، يعني مثل تطبخ لك تحسب حسابك أنت مال 10,000 يعبر ال 15,000 16,000 نفر. سمعنا كرامات حسينية هواي، من ضمنها يعني اللي شافه، اللي الله رزقه بذرية، اللي ما عنده ذرية صار له 10 سنوات 15 سنة رزق بذرية، هواي كرامات يعني منه. شيء أكيد، لأن أكو شغل بالخدمة الحسينية ما يخلص مال نفر ونفرين، مال 10 نفرات 15 نفر، فتجي تلقى الشغل ما شاء الله كامل، مثل ضمن الطبخ مالتنا، يعني طبخ ثقيل شوية، فتحس الشغل ده يمشي ولا كأنما يعني أنت جاي تشتغل، يعني كأنما ملائكة جاي تشتغل وياك تساعد خدمة الإمام الحسين، خدمة زوار الحسين. بالعكس إحنا سعيدين وفرحانين، كل ما يكثر العدد كل ما إحنا نقدم خدمة أكثر. نقدم خدمة للزوار، بالعكس مسألة يعني مرتاحين لها، كلش مرتاحين لها احنا. والله أتمنى يكون الله يطول عمرنا ونظل نخدم لحين ظهور الإمام الحجة ابن الحسن. حتى لو نشوف نكحل عيوننا بنظرة منه نخدمة خدمة واحدة، مثل ما خدمنا جدة الحسين، نخدمة هالخدمة يكون يوم واحد ساعة واحدة نخدم الإمام الحجة. الحمد لله والشكر، هواي حوائج طلبت من الإمام الحسين وانقضت، من الإمام العباس وانقضت. يعني أكثر حوائجنا احنا نتوجه بها للإمام الحسين، إلى الله أولاً وإلى الإمام الحسين، جاه الإمام الحسين. أوجه كلمة للزائرين ينقلون صورة عن كرم وخدمة العراقيين، وأتمنى أن الزائرين اللي العرب ومن الزائرين العراقيين بالتعاون مع المواكب والهيئات والعتبة وحفظ النظام والخدمات، ونتمنى النظافة والترتيب، يعني بحيث ينقلون صوره يكون الكل تحافظ على قدسيه ونظافه كربلاء. الزملاء الخدام اتمنى يعني يظلون على هالمنهج هذا ويعلمون اولادهم وابنائهم ويستمرون بهذا الخط اللي توارثناه احنا عن ابائنا واجدادنا. ابناء وعائلتي اتمنى يعني يسامحوني شوي، مقصر وياهم، وصار لي شهرين ما شايف عائلتي. هاي كلها للامام الحسين، الحمد لله والشكر. الحمد لله على كل حال.